السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بألف خير يا رب وصحة ان شاء الله تعالى. فيديو النهاردة انا هتكلم فيه عن المرحلة بعد الثانوية العامة. احنا عارفين المرحلة اللي بعد الثانوية العامة دي مرحلة يمكن 10% تقريبا هو اللي بيتوفق ان هو يدخل الكلية اللي هو كان نفسه فيها، الكلية اللي هو كان بيحلم بيها. تقريبا احنا بيبقى قصادنا حوالي 90% ما هواش حقق الحلم بتاعه وما وصلش الهدف. الفيديو بتاع النهاردة انا مش بتكلم فيه عشان اقول ان الواحد شخصية نجحت او شخصية حققت هدف او شخصية او شخصية او شخصية، انا بتكلم في الفيديو بتاع النهاردة عشان اقول لك اتأكد ان ربك عادل، اتأكد ان ربنا لو اخر عنك حاجة اكيد شايلك الاحسن منها، اتأكد ان انت في فترة الثانوية العامة الفترة دي انت بتبقى محدد هدف بناء على كلام ناس، بناء على تجارب ناس، بناء على اهداف ناس. انت لسه ما صنعتش تجربتك الحقيقيه، لسه ما حققتش هدفك الحقيقي، لسه ما خرجتش للدنيا، لسه ما شفتش سوق العمل، لسه لسه لسه. الفيديو ده لاي حد حاسس بالاحباط بعد دخول الكليه هو مش عايز. في الثانويه العامه انا كان حلم حياتي كله ان انا ادخل كليه صيدله، ده كان بالنسبه لي كان هدفي وحلم حياتي كله، كان كل شغلي على اني ادخل كليه صيدله. طبعا انا كنت في نظام الثانويه العامه السنتين، كنت في ثانيه ثانوي جبت 97% ودي كانت كفايه ان ادخل صيدله. في ثالثه ثانوي يعني الحمد لله رب العالمين ما كانش التوفيق معايا وجبت 94.5%، دي ما كانتش كفايه ان انا ادخل صيدله. طبعا بعد ما انا ما نجحتش ان انا ادخل صيدله بقت كل الاختيارات قدامي في اي كليه تاني بالنسبه لي بقى كله ايكوال بصراحه، كله بالنسبه لي نفس الكفه ومش فارق معايا اي حاجه. بناء على الاختيارات اللي اتحطت قدامي كان فرصتي ان انا ادخل كلية علوم بناء على ان هي الكلية اللي في محافظتي، الكلية القريبة اللي مش هسافر اللي دخلت كلية علوم وابتدت الناس تحط لي هدف جديد، يلا اشتغلي، ممكن تبقي من الدكاترة اللي موجودين في الجامعة، ممكن تبقي من الاستاف اللي موجود، وده هدف كبير واهم كتير من ان انت كنت تدخلي كلية صيدلة. والله انا شايفة فعلا الهدف ده كان حقيقي، وانا دخلت قسم كان صعب شوية في الفترة دي، ذاكرت كتير وتعبت كتير وناس كتير ساعدتني بصراحة. يعني انا فاكرة لحد دلوقتي استاذ الرياضة اللي كنت باخد عنده كان من الناس اللي بعتت لي مذكرة الرياضة تانية ثانوي وثالثة ثانوي لاني كنت مضطرة اذاكرهم في بداية الجامعة. ذاكرت والله وتعبت لكن ما وصلتش برضو ان انا اكون من الاستاف اللي موجود في الجامعة. بعدين دخلت مرحلة الجواز ومرحلة الخلفة و و و و قررت زي اي حد بيتجوز وبيخلف ان انا خلاص اقعد في البيت ومش مهم بالنسبة لي ان انا اكمل دراسة تاني. بعد ما قررت القرار دوا بصراحة جوزي يعني كان شايف ان انا في التعليم ممكن انجح، فبقى يديني سبورت، لا كملي ان شاء الله هتتوفقي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. حاولت ادخل ان انا احضر ماجستير في الكيمياء الحيويه، سنتين وانا اقدم الورق في ماجستير الكيمياء الحيويه لكني ما توفقتش برضه. في نفس الوقت كان التقديم بتاعي بيتقبل في ماجستير الكيمياء العضويه، وفي نفس الوقت ده كان يعني انا شايفه ده كان اكبر توفيق من ربنا سبحانه وتعالى، لاني اتعاملت مع ناس محترمه جدا جدا جدا. وفي الوقت ده انا لازم اشكر استاذي وابويا، يعني اقدر اقول ابويا بكل ثقه الدكتور كمال يوسف، لانه وقف جنبي كتير جدا جدا جدا، وعلى ايده انا قدرت اخد الماجستير والدكتوراه في وقت صغير جدا في اقل وقت ممكن. المفاجاه ان انا لما خلصت الماجستير والدكتوراه وجيت اتعين، انا تعينت في المكان اللي فيه الصيادله زمايلي اللي كانوا معايا في الثانويه العامه. ولما تعينت انا تعينت وانا من حملة الماجستير وفي نفس الوقت كنت بخلص الدكتوراه بتاعتي. يعني انا اقدر اقول ان في الوقت دوا يعني الحمد لله كان واحد داخل المكان دوا وانت شهادتك العلمية ماستر ديجري وانت حد بتاخد الدكتوراه، فكان تقديرك وتصنيفك وسط كل الناس اللي حواليك ان انت علميا درجة اعلى، لان في الشهادات انا بعامل مع حد ماجستير، حد دكتوراه، حد بكالوريوس، مع احترامي لكل الصيادله دول اصحابي وعلى عيني وراسي، بس في الاول وفي الاخر الصيدله بكالوريوس، في الاول وفي الاخر الهندسه بكالوريوس.
في الاول وفي الاخر الطب بكالوريوس. مع احترامي لاي حد، الناس دي كلها ربنا يوفقها في حياتها جميعا يا رب، انا بس عايزه اقول للي هو فقط حلمه في ثانويه عامه، مفيش حاجه راحت، هدفك تقدر تحققه في اي وقت، نجاحك اتاكد ان انت تقدر تحققه في اي وقت. الوقت اللي انت هتقرر فيه ان انت تكون ناجح وان انت توصل لهدفك، صدقني ربنا مش هيسيبك. صدقني اي تغيير في حياتك ربنا بيكتبه لك، ده تغيير للافضل. ياريت ما نقعدش نبكي كتير على اللي راح، ياريت ما نقعدش نندم كتير على اللي راح، لان اللي راح ما بيرجعش. نجاحك وكونك تثبت نفسك في ان انت كل يوم تحط هدف جديد وحلم جديد، كل ما بتتحط في ظروف صعبة كل ما بتقدر تنجح اكتر. نصيحة ليك، اول ما تدخل الكلية اتعرف على اصدقاء، اتعرف على ناس تقدر تساعدك، اتعرف على ناس عندها خبرة، اسأل شكل امتحاناتك بيكون ايه، اسأل ازاي اقدر اعدي اول سنة، خصوصا ان هي اصعب سنة في الجامعة. انا فاكرة لحد دلوقتي كلمة واحد من زمايلنا كان اكبر مننا سنة، ربنا يوفقه يا رب في حياته، كان قال كلمة انا مش هنساها ابدا طول حياتي، قال لي خدي بالك لو انت حطيتي في دماغك ان انت تجيبي جيد ان انت هتعيدي السنة، ولو انت حطيتي في دماغك ان انت تنجحي وتجيبي جيد جدا اتأكدي ان انت هتجيبي الامتياز. كلامه كان صح، نجاحنا بايدينا، نجاحنا في الهدف اللي انت بتحطه كل يوم، نجاحك في الميشن اللي انت بتحددها ان انت هتخطيها وتعديها كل يوم. لما دخلت الماجستير انا كنت ام لولدين، لما بدأت الماجستير كان عندي مسؤولية بيت وولاد، وفي نفس الوقت شفت كل اللي حواليا مش متوقع ان انا هنجح في اي حاجة، خصوصا ان انا كنت فري الفترة اللي قبليها وما نجحتش. ويشاء ربنا سبحانه وتعالى ان انا في الفترة دي هي الفترة اللي ما دخلتش فيها اي امتحان في حياتي الا لما خرجت بتقدير ما يقلش عن امتياز واعلى من 90%. الفترة دي بفضل الله تعالى مش بفضل اي حد، انا اتفوقت فيها على ناس معيدين متفرغين ما عندهمش اي حاجة غير المذاكرة. الفترة دي بفضل الله تعالى انا قابلت تقدير كتير جدا من ناس كتير انا معرفهاش، كل كانت وظيفتها في الحياة ان هي تيجي تقولي شكرا ان انت بتعب، شكرا ان انت شخصية تشتغل. اتأكد حلمك ما بيضحش، اتأكد انت اللي بتحدد هدفك، مفيش حاجة بتروح، ربك عادل، بس هو بيرتب لك امورك على حسب اللي هيفيدك في حياتك. محدش مننا يقدر يقول ان ربنا ظالم، ربنا عمره ما ظلم حد. ما توفقتش في الثانوية العامة اتأكد ان انت قصرت، ما توفقتش في الثانوية العامة حاول تحدد خطأك وتعدله بعد كده، ما توفقتش في الجامعة ان انت تكون من الستاف حاول تدور على حاجة تتعلمها تخلي ليك كارير في الحياة، ما توفقتش ان انت تنجح لازم كل ما تقع تتعلم تقف، الحياة ما بتقفش، الحياة ما بتنتهيش، انت اللي تقدر تتكسر في الحياة وتعيش طول عمرك انسان ضعيف، انت اللي تقدر تضيع هدف وتقعد تبكي عليه العمر كله. اوعى تفتكر ان كونك كنت هتدخل كلية طب او صيدلة او كلية هندسة، كليات القمة بالنسبة لنا دي كانت معدل نجاحك في الحياة، لا، في اطباء كتير مش ناجحين لان بمجرد ما حط رجله في كلية طب انا خلاص كده اهدافي اتحققت في الحياة، في صيادلة كتير مش ناجحين لان بمجرد ما دخلت كلية صيدلة انا حققت اهدافي، في مهندسين كتير برضو مش ناجحين. مين اللي ناجح؟ كل مجال فيه نجاح، طلعت مدرس، طلعت مهندس، طلعت دكتور، اتخرجت مرشد سياحي، اتخرجت في اي تخصص، اي مجال تقدر تكون فيه ناجح بايه؟ بانك لما تدخل المجال، انا مش هخرج من المجال ده الا لما اثبت ان انا افضل واحد دخل المكان وافضل واحد اتخرج منه. هدفك مش ثابت، هدفي مش هو اللي بحققه النهاردة واقول الحمد لله وانام العمر كله، لا،
نجاحنا بيتغير كل يوم، أهدافنا بتتغير كل يوم. كل يوم تصحى الصبح تفتح عينك لازم تحط هدف تحققه، كل سنة تعدي عليك لازم تحط هدف تحققه، وتقيم نفسك كل فترة. يا ترى أنا حققت إيه السنة دي؟ إيه معدل نجاحي السنة دي؟ وأنا السنة دي كنت ناجح بنسبة كام في المية؟ اتأكد ربنا عمره ما حطك في طريق وكان طريق دار ليك، ربنا أحكم الحاكمين. اتأكد إن أنت اللي تقدر تغير حياتك مش أي حد حواليك. أنا مش بتكلم عن نجاح، أنا مش بتكلم عن توفيق، أنا بقول لك فكر صح. ما تقعدش تبكي كتير، ما تقعدش تعيط كتير، ما تقعدش تندم كتير، ربنا ما ظلمكش، انت قصرت. يبقى مش صح ان انا اقعد ابكي، لا، الصح ان انا احط هدف جديد واشتغل عليه. الصح ان انا حتى لو دخلت مكان ما هواش مكاني بقى مكانك لازم تتفوق فيه. اتمنى يا رب الفيديو ده يكون فاد ناس كتير، واتمنى لكم جميعا التوفيق، واتمنى ان انت تسمع كل كلمة وترتبها في دماغك واحدة واحدة، اشتغل عليها، صدقني هتنجح، صدقني هتنجح، صدقني هتنجح. مش نجاحك في الكلية اللي دخلتها، نجاحك في تحقيق هدفك بعد كده. ربنا يوفقكم جميعا يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.